أهلا ومرحبا. اليوم فيديو يعني جميل جدا على التصميم الخارجي الخارق للامبورغيني هوراكان، السيارة الرائعة والجميلة. التصميم ديال الخارجي الخارق للامبورغيني، اللامبورغيني اللي هوراكان، السيارة اللي تلقات إعجابا ونجاحا متواصل منذ انطلاق ديالها، وهي تعد من أسرع السيارات في الطرقات العادية، وأجملها تصميما كما تلاحظوا، كما تشوفوا هاد الصور ديال هاد السيارة اللي رائعة واستحقت يعني بواحد الجدارة يعني هاد السيارة هادي بهاد التصميم الرائع. ومن هنا قامت عدة شركات يعني بتعديل يعني بتطويرها وتحسينها باش تعطيها الجمالية وهذا المظهر ديال هاد السيارة هادي. هنا هاد الموضوع هذا ديال هاد السيارة هادي اللي غادي نتناولو حنا، هاد السيارة ديال هوراكان يعني لامبورغيني، يعني اكثر عدوانيه وملفته للنظر، يعني اي شخص ينتبه ليها وغادي تلتفت للنظر ديالو، حيث قامت يعني مالكه هذه السياره بتصميم الالوان بالتناسق رائع بين الاصفر والاسود والاحمر. هذه الالوان اللي عطاوها واحد يعني واحد التفاته في الشكل ديالها الرائع، بالاضافه الى مجموعه من العجلات. هاد العجلات هادو يعني رائعين بهاد الالوان وبهاد التنسيق هذا، يعني الشكل الداخلي ديال العجلات يعني مميزه لهاد العجلات بالالوان الاصفر وواحد الاطار الخارجي بالاسود اللي تناسبت مع هاد الالوان ديال السياره وعطات واحد التكميل واحد الجماليه لهاد السياره هادو. ومن المميزات ديال هاد السياره لامبورغيني هوراكان اللي مزوده بواحد المحرك من فئه في 10 بسعه 5.2 لتر، يعني في الدورات ديال الموتور، بقوه ديال 610 ديال الاحصنه، يعني مدعوم بواحد الانظمه يعني البخ مباشره وغير مباشره للوقود في ان واحد. وتتصل هذا المحرك بواحد العلبه ديال التروس اوتوماتيكيه اللي تتكون من واحد 7 نسب اماميه مزوده يعني مزدوجه بالقابض الفاصل، تنقل واحد القوه الى العجلات الاربعه، يعني طريقه يعني خارقه. وهنا التسارع عندها من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعه يتم من خلالها ب 3.2 ثواني، ومن 0 الى 200 كيلومتر في الساعه فيتم من خلالها 9.9 ثواني فقط. شو هاد السرعه هذه مع امكان الوصول الى سرعه القصوى اللي تتبلغ اكثر من 325 كيلومتر في الساعه، يعني سريعه بزاف وعندها القوه هذه وهذا الشكل ديالها والتصميم ديالها الرائع اللي انها تتخليها يعني في الاسواق اللي احتلت واحد المكانه جميله ومكانه كبيره اللي من الشكل ديالها الديزاين ديالها. كما تكلمنا على يعني القوه ديالها، الدوران ديال الموتور، الدوران ديال المحرك كما قلنا ان عنده واحد القوه خارقه. غنديروا منافسه ما بينها وما بين الشكل ديال السيارة بورش، خليكم معايا. بالنسبة للسيارة يعني بورش كاير ماغنوم من تيك ارت، يعني واحد المعادلة بامتياز اللي طلقت شركة تعديل السيارة تيك ارت المتخصصة بالسيارة بورش اخر نسخة من طراز ماغنوم الذي يعتمد على الطراز الاجدد من بورش كاير، كخلف لطراز بورش كاير ماغنوم اللي طلقته لمرور الاولى من عام 2004، واللي ألقى واحد النجاح كبير وباهر وتم بيع حوالي تقريبا 1200 نسخة منه. من ناحية التصميم تم تزيين ماغنوم الجديدة بمجموعة يعني مختارة من التغيرات والتعديلات التي تمتاز بها هذه السيارة بورش كاين القياسية، وتعطيه واحد الشكل رياضي رائع بالفعل كما تشوفوا في الصور في الأمام في الخلف في الواجهة، وتشمل الواجهة الأمامية الجريئة ما أخذ يعني الهواء الموسع والشبكة التهوئة جديدة كليا ومميزة بالألوان يعني باللون الأسود كما تشوفوا في الصورة. بالإضافة إلى ذلك تم تغيير مصابيح الضوء يعني للنهار الجديدة وتركيب مجموعة من المصابيح الضباب القوية، كما تم تعديل شكل أقواس الإطارات وإضافة ديال يعني جانب ديال السيارة، ومجموعة يعني رياضية مختصة في يعني في العجلات اللي صوبت هاد العجلات،
والجانح الهواء الكبير كما تشوفوا على السقف، وعنده واحد الفتحات يعني تهوئه مضخمه على غطاء المحرك، بالاضافه الى ناشر الهواء الخلفي الجديد. وكذلك من ناحيه الاداء قدم تيك ارت لماغنوم ثلاثه تعديلات على المحركات. هذه تيك ارت هي الشركه المختصه في الديزاين ديال سياره بورش، يعني اول لمحرك كايان اس ديازيل، واثنين من المحركات لكايان تروبو. هنا كاين واحد التعديلات على المحرك ديازيل، يعني كاين اللي ضافت ليه 35 حصان لترتفع القوه ديالو من 385 حصان الى يعني كانت يعني الى 420، شوف شحال تزاد ديال الاحصنه اللي شوفوا. اما بالنسبه لكايان تروبو فقد عملت تيك ارت على زياده 80 حصان في مستوى التعديل الاول لترتفع قوه المحرك من 520 الى حصان الى 600 حصان. اما اقوى كايان تروبو من ماغنوم فقد عملت الشركه على اضافه 180 حصان لتصل قوته الهائله الى 700 حصان، يعني واحد السرعه اللي هائله بزاف بزاف، يعني 700 حصان راه ما شاء الله. فهي سياره يعني من هذا المحرك هذا، هي سياره يعني ممتازه، وكما تشوفوا حتى الشكل يعني رائع، والتصميم واللون يعني صراحه سياره يعني في المستوى، لا من ناحيه السرعه لا من ناحيه الاداء لا من ناحيه يعني، وتم طبيعه الحال حتى الثمن غيكون واحد النسبه اللي يعني واحد الثمن اللي خيالي، بحكم ان هذه السياره هذه صدرات يعني حتى هي من الاوائل بالشكل ديالها وباللون ديالها. فلهذا تنتمنى اننا يكون الاعجاب ديالكم، وتنتمنى انكم تخلوا في التعليق يعني شكون المنافس، واش بورش ولا لامبورغيني. فلهذا تنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالتعليق، ولا كان شي يعني نوع سياره نشاركوها معكم نشاركوها. كما قلنا هذا لا فيديو يعني لامبورغيني وبورش كايان، كاين واحد الفرق بيناتهم، وكاينين المحبين ديال السيارات لامبورغيني، كاين المحبين السيارات بورش. وهنا تنشوفوا يعني فعلا واخا الشكل ديال لامبورغيني تيبان شكل رياضي وشكل سبور، اما بالسياره يعني بورش فهي شكل يعني عائلي وفي نفس الوقت يعني سبور، وتم ديزاين كما قلنا ديالهم بجوج يعني شكل رائع رائع جدا. تنتمنى هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش بالاشتراكات وباللايك، وغادي نتكلموا على عده انواع السيارات وحتى المشاكل ديال السيارات وحتى السيارات العاديه والسيارات المستعمله والفرق بيناتهم، وكيفاش غادي نشريو سياره جديده او نشريو سياره مستعمله. في هاد المجموعه ديال هاد الفيديوهات اللي غادي نتكلموا على السيارات وكاع المشاكل ديال السيارات وانواع السيارات غنطرقوا عليها في هاد الفيديو. الى اللقاء، فيديو اخر ان شاء الله.